مجلس النواب العراقي لا زال يدار بالنيابة بعد مضي أشهر على إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني الماضي، ولا زال مقعد الرئاسة يشهد فراغاً على الرغم من عقد جلسات عدة متعاقبة لإشغاله إثر تداعيات تنافس الكتل السياسية السنية وعدم التسوية بين الأطراف المتنازعة في فترة يتخللها مشاحنات وتصريحات ساخنة من عدة جهات أثارت الجدل ودفعت بأحد المرشحين لمنصب الرئيس إلى الانسحاب من عضوية البرلمان ومن الحزب الذي ينتمي إليه وسط تسيد أطراف أخرى على المشهد، ما جعلت الأمر أكثر تعقيداً. هنالك توقعات أن يكون هنالك مفاجأة سياسية على حسم انتخاب رئيس السلطة التشريعية بدون أن يكون هنالك دور للتقدم، على اعتبار أن الموقف السياسي داخل البيت السياسي السني بسبب التأخير أضعف الوجود السياسي للقوى السياسية في البيت السياسي السني في المناخ العام. مراقبون ينفون قدرة القوى السياسية للمكون السني على ترشيح أسماء جديدة لمنصب رئاسة البرلمان بفعل قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة لجميع الأطراف والتي لا يمكن الالتفاف أو التعديل عليها. من جانب آخر، يرى خبراء القانون أن فراغ مقعد رئيس مجلس النواب لا يشكل جنبة دستورية ولا يعرقل سير العمل داخل قبة البرلمان، لكن التنافس الذي لا طائل منه هو الذي يلكئ حسم الملفات العالقة وأداء المهام التشريعية والرقابية، مما ينعكس سلباً على الشارع فيما يخص تمثيل أحد مكونات المجتمع العراقي. القرارات، عقد الجلسات، تشريع القوانين ممكن أن يشرف عليها النائب أو الرئيس بالإنابة، هذا من الناحية القانونية. لكن من الناحية السياسية بالتأكيد المكون السني أو السياسيين السنة يرون أن في هذا في خلو المنصب وعدم إشغاله من قبل رئيس مجلس النواب من المكون السني قد يكون تعطيل لهذا المكون أو ضياع لحصة المكون الرئيسي. على صعيد متصل، يعزو محللون تعطيل مسار عملية انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي إلى عدم رغبة قوى الإطار التنسيقي في حسم هذا الملف، كونهم يشكلون أغلبية برلمانية من بين التحالفات يشترط ضمان أصواتها لإيصال المرشح إلى المنصب، بينما آراء أخرى تشير إلى عمل قوى الإطار على تقريب وجهات النظر بين الكتل السنية بهدف تقديم مرشح واحد يمثلهم لكن من دون جدوى. والواقع وفق المعطيات لا يبشر بحل لهذه الأزمة على المدى القريب. لبرنامج حديث بغداد، ماس القيسي، MBC العراق.